اذا بالنسبه للفلكس فيكتور كنترول هذا البرين تبع الفلكس فيكتور كنترول طبعا باخذ هون سبيد ريكويرمنت وفي هون تورك على المحرك في تورك على المحرك احنا راح نصير نطلب منه سبيد هلا الاثبات اللي بيثبت لي بعدين انه الفلكس فيكتور كنترول يتفوق على سكيلر كنترول اذا جيت فجاه تغيرت التورك من هون شفت الريسبونس جيد او اذا نزلت السرعه على سرعات منخفضه واعطاني تورك جيد هلا نطلع بقيه الموديولز هذا الموديول احنا عارفينه بس احد الاشياء لازم نطلعها منه لازم تشوف قديش ان ام او اكس ام في داخل المحرك هلا بتقدر تعرف البارامترز تبعت المحرك انك تيجي تطلع هون تلاقي مثلا ميوتشوال اندكتنس هاي اكس ام محطوطه بالال ال ام بالهمبلز هاي بتهمني لان لازم احطها في الموديل تبع الفلكس فيكتور كنترول ليش بهمني ال ام تبعت الاندكشن موديل تذكر انه هاي الموديل ها هاي الايكوفلنت سيركت وهاي عندي هون اكس ام او ال ام واللي هي راح تعطيني الماجنتايزيشن ها ليش بهمني هاد ليش بهمني هاي الاندكتنس قيمه الاندكتنس هاي ليش تسمح لي احول بين ايش وايش لا ليش بهمني اعرف هاي الاندكتنس ايش احنا قلنا المره الماضيه الاندكتنس هاي بقدر احول فيها بين ايش وايش بين فلكس وايش تيار وترك كرنت الكرنت اللي بمر في اكس ام اذا ضربت الاي وحدتها امبيرز في ال ام اللي وحدتها هنريز راح تعطيني فلكس وحدته ويبرز وهو الفلكس اللي في داخل المحرك راح يعطيني الدي الاي تي فالاي دايركت راح يعطيني الدايركت فلكس اللي موجود في داخل المحرك فهذا بالنسبه للمحرك اللي راح يطلع هون داخل على المحرك تي اللي هو التورك المطلوب من المحرك عم بيطلع معي هون مجموعه ميجرمنتس انا اخترت من الميجرمنتس هاي اي اي بي سي اللي هو الكرنت اللي هو 3 كرنتس فهذا لسه ثلاثه هذول هون رغم انه مبين خط واحد هذه هاي اسمها بس سيلكتر ايش بتعمل البس سيلكتر؟ بقدر اختار من بس معين السيجنالز اللي بدي استعملها طلع زي دي ماكس بس بدي احاول افتحه هي هذا اسمه بس سيلكتر بيشبه الدي مالتي بلكسر بس هذا اذكى من الدي مالتي بلكسر بقدر يطلع على اسماء السيجنالز اللي موجوده البص اللي جاي هون اللي طالع هذا كله ميجرمنتس ام كل الميجرمنتس اللي بدي اياها عن هذا المحرك موجوده في هذا هون وعددها كبير اذا بعمل اكسباند لهدول في عندي روتر ميجرمنتس بقدر اختار اللي بدي اياه من هدول واعمل له سيلكت بقدر اختار من هدول ستيتر في عندي كمان ميكانيكال ميجرمنتس اللي بتعطيني اظن الميكانيكال سبيد هي هون بتعطيني الروتر انجل البوزيشن اللي موجوده في الروتر كاني حاطط ابسولوت شافت انكودر على المحرك الكترو ماجنتيك تورك والروتر سبيد بعطيني سبيد ان راديانس بير سكند اظن هاي تطلع الكترو ماجنتيك تورك نيوتن متر والروتر انجل ثيتا ام المكان اللي موجود فيه هون في ستيتر ميجرمنتس هناك فبقدر اختار من هذول احنا مختارين هون الثلاثه ستيتر كرنت اي 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 بي اي سي مضبوط في شيء ثاني كنا مختارينه ايش هو الروتر سبيد مختارين الروتر سبيد والالكترومغنتيك تورك مختارين الالكترومغنتيك تورك اللي هو الالكترومغنتيك تورك يعني التورك اللي تولد في داخل المحرك الكترومغنتيكلي قبل ما يبدا ينطرح منه الفريكشنال اي فريكشنال لوسز والويندج لوسز مش اخذته في عندي ميكانيكال لوسز قبل ما يصير اي ريدكشن عليها هاي الالكترومغنتيك تورك اللي بتولد من المحرك بالنيوتن متر الروتر سبيد بالراديانس بير سكند والكرنتس الثلاثة اللي هي اي اي واي بي واي سي اللاين كرنتس بتبين معي هون على السكوب كمان عم بطلع هون على في اي بي وحده من اللاين فولتجز اللي رايحه على المحرك من الانفرتر الانفرتر هون اي جي بي تي انفرتر بس بدخل له بلسز حتى اظن لازم هي نعمل لوك اندر ذا ماسك اظن بدنا نعمل طلعت اللوك اندر ذا ماسك خلينا نشوف اذا مزبوط معنا هي هون عندي كان حاطه هو ماسك ثاني من هون بس هو عباره عن 3 phase 6 pulse bridge inverter وداخل عليه pulses كم pulse لازم ندخل من هون؟ 6 6 اول pulse عدد pulses لانه هذا 3 phase 3 phase بكون عندي 6 IGBTs فبدخل 6 خطوط ال 6 خطوط بروحوا على ال 6 IGBTs الموجوده هون بالحاله هاي احنا ماخذين هون دي سي بس هو فعليا من ناحيه واقعيه شو راح يكون هذا؟ ريكتيفاير ريكتيفاير جاي من 3 phase نعمل له ريكتيفيكيشن ان كنترول ريكتيفيكيشن راح يعطيني هون الدي سي بس وهون راح يكون في كاباستر بس بالحاله هاي هو مبينينه ك دي سي بس بدخل على الانفرتر هو ستاندرد اللي اخذته في الباور الكترونكس الاندكشن موتور هون موجود هون عندي
سكوب. راح تلاحظوا هون في ليبلز. الليبل هذا حتى يسمح لي انقل اشياء من هون لهون بدل ما امد خط واخذ. فهذا طالع عندي هون اي اي بي سي. ايش بنلاحظ على واحد على زد؟ ايش الزد هون؟ ديلي بتايم كونستنت بتايم سلايس. التايم سلايس هون معمول 2 مايكرو سكندز، هو بيعمل له سيتنج ب 2 مايكرو سكند. فوظيفه البلوك واحد على زد بيعمل زي ترانسبورت ديلي او ترانسبورت لاج بمقدار 1 ملي سكند. وهذا مهم في اي مكان في عندي فيه لوب. اي مكان بيكون في عندي لوب فيه، يعني انا طالب من السيمولينك يعمل ايفالويشن لفيريبل هون بناء على الفيريبل الموجود هون، بس في مكان معين هذا الفيريبل بعمل عليه انا بروسيسنج وبعمل بعطيني هذا الفيريبل. اذا ما حطيت واحد على زد ايش راح يعمل بالسيمولينك؟ راح يوقف يعطيني ايرور، لانه هون صار في عندي في فيريبل طلع هون عملت عليه بروسيسنج واستعمل بدي استعمل هذا الفيريبل يحسب هذا. مين يبدا يحسب بالاول؟ اذا بدا يحسب هذا ايش بده؟ بده الفاليو الموجود هون. طب حتى يحسب هذا ايش بده؟ بده الفاليو اللي هو اصلا بدا بده يحسبه. هاي راح تعمل ايرور بالسيمولينك. فلازم اعمل لو ديلي بسيط جدا مع انيشال فاليو. فباجي بحط فرضا هون واحد على زد، واحد على زد، والتايم اس اللي هو السامبلينج تايم بالحاله هاي حاطين له 2 مايكرو سكندز، وبحط انيشال فاليو هون لواحد على زد، بحط الانيشال فاليو 0. هذا بحل مشكله اي لود بتصير عندي موجوده هون. فببدا اول مره بيجي يحسب بلاقي في قيمه انيشال فاليو لواحد على زد، فبطلع اوتبوت هون. اذا طلع اوتبوت هون بقدر وقتها هذا البلوك بيقدر يعمل ايفالويشن للفاليو الموجود هون، بيطلع فاليو هون، والفاليو اللي هون بيعمل ايفالويشن بيطلع فاليو هون. وبعدين بعد 2 مايكرو سكندز بتتكرر هاي العمليه. هذا بيمنع انه يكون في عندي مشكله لوب، لانه راح يصير في عندي مشكله لوب هون اذا ما عملت هيك. في عندي كرنت، الكرنت هذا راح يدخل على الكنترولر بعدين يطلع اوتبوت هو بيعطيني كرنت، وبدي اصير اقيس الكرنت وارد ارجعه في لوب. اذا ما حطيت هاي الواحد على زد هون راح يعطيني خطا. وعندي سبيد، السبيد هاي ايش بتمثل في الحاله هاي؟ هي الاكشوال سبيد تبعت المحرك الراديانس بير سكند، وهذا حطيناه ليبل راح نستعمله هون في داخل. فهون حطينا ليبل ممكن استعمله في اي مكان، فبامكان جيت حطيت انبوت ليبل وحطيت عليه سبيد راح ياخذ الفاليو الموجود هون، بيسهل علي اني اوصل الخطوط، اقدر اوصل الخطوط منه. اذا انا ماخذ هون التورك راح اعرض التورك راح اعرض السبيد، بس السبيد راح استفيد منها في مكان معين، والكرنت راح استفيد منهم في مكان معين، وهي هون انا عامل فولتج. اذا هذول بشكل عام هون فيش شيء، فيش شيء جديد عليهم بالحكي. انا عندي هون في سيت فاليو، هذا السيت فاليو للسبيد اللي هو الديزايرد فاليو اللي انا طالب، وانا طالب هون مثلا 120 ريتن بير سكند اظن بهي الحاله، وحاطط انا زيرو تورك على المحرك، بعدين راح اخذ تورك اعلى ونشوف الريسبونس تبع السيستم لهذا التورك. هذول البلوكس العامه بشكل عام للسيستم.